طيب، فمريض اللي في عنده حتى يعني لاحظ مريض صغير بالعمر، صغير او صغيرة بالعمر، ليش يكون عنده في انيميا؟ المفروض يعني ما يكون في عنده انيميا، ولكن طلع عنده انيميا. تذكروا مراجعة سريعة، اعراض عصبية، انيميا، سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا دورتر كولوم سبينال كورد، ديمارينيشن سبينال كورد. تبقى هذا السؤال بالامتحانات، بجيب البورد، ام سي في مرتفعه، مايكروسيريك، ميجالوبلاستيك سيل، هايبر سيجمنتد نيوتروفيل، تيبيكال فور رادر بي 12 ديفيشنسي. هلا بي 12 هو احد الفيتامينات الاساسيه بجسم الانسان، عاوزه بادي له اشياء كثير خطيره، منها اللي حكينا فيها، ممكن تؤدي للشلل، تؤدي لل يعني اشياء كثير عصبيه، ما تكون حتى صعب تكون ريفرسبل، يعني ما ترجع، ما صح، بسبب الأنيميا، بسبب الأشياء كثير ثانية بجسم الإنسان. ولكن سريعا حبيت لكم دورة حياة البي 12، لكم إنه دائما تفكروا لما تشوفوا بي 12، يعني لما يكون في عندكم عاوز فيتامين بي 12، ما دائما نعطي مريض بس بي 12، خلص روح خذ بي 12 صوت أمورك حسب السبب. فدائما تشوف مريض عنده بي 12، بي 12، بي 12 منخفض، كنا نفكر كمان شو السبب. نرجع مرة ثانية للقصة السريرية والفحص السرير والاستقصاءات، نعرف شو السبب تبع العوز بي 12. أنا دورة حياة بصير امتصاص البي 12، بصير عفوا عن طريق الطعام، هو بي 12 على المعدة. البارايتال سيلز المعدة بتفرز انترنزك فاكتور، الانترنزك فاكتور هو اللي بربط بي 12 وبياخذها، بسحبها بسحبها تربط فيه، بسحبها وين؟ لاخر جزء من الامعاء الغليظه، الاليوم، او الامعاء في الدقيقه، الاليوم. تمام، عندها لما يكون في هدول الاثنين مرتبطين سوا في امتصاصهم الى الدم، عندك الترانس كوبالاماين، هذا اللي شيء بنقلهم بالدم روحوا على الخلايا. تمام، لو انت عندك ضعف بالدايت، دايت ما فيها بي 12، لو عندك ما في معدة، لو عندك ما في بارايتال سيلز، لو عندك أمراض بالإيليوم، لو في عندك أمراض بتمنع الترانس كوبالامين إنه ينفرز، هي كلها 1 2 3 4 5 أسباب تسبب لعوز بي 12. تمام، في مرضى في عندهم قرحات معدية شديدة، ما في عندك حالات الاستاذ ما بتشتغل. المرضى في عندهم كرونز ديزيز، اوسرتيف كوليتس، قولون بالامعاء، جراحه معديه سابقه او معويه سابقه، كل الامراض هي. لو في عندك المرض المعروف اللي هو اسمه فرنيشس انيميا، اللي هو ايش؟ اللي هو عباره عن مرض مناعي، انتي بوديز او مناعه ضد البارايتال سيلز، ما بصير في عندك انترنسك فاكتورز. تمام، هي حتى لو انت مريض اعطيته بي 12 فموي كميات كبيره، ما حيصير امتصاص، لانه عندك انت اصلا ما حيرتبط بالانترنسك فاكتور، ما عندك انترنسك فاكتور اصلا. تمام، فهذول مرضى انا بحكي لكم كيف بعالجهم بالبي 12 الوريدي والعضلي. تمام، فدائما انتم بالقصه بالاستقصاءات عندكم بي 12 12 ما بكفوا، خذ حبوب بي 12 وكان الله بمشي حالك، عم تعرفوا السبب شو المسبب وشو عم بيصير. تمام، ف هلا كمان موضوع الدايت، يعني تفصيلات الدايت، الناس اللي ما بياكلوا كثير لحوم، الناس اللي ستريكتد لدايت معينه عندهم بي 12 ناقص بسبب الدايت. طيب الان فميجالوبلاستيك انيميا ملخص الحالي with hyper segmented neutrophils، ال بي 12 طلع واطي، طلع عندنا parietal cells antibodies، شايفين هي نفس اللي حكينا فيها، احد انواع العوز بي 12، بي 12 deficiency هي اسمها pernicious anemia، بس نوع واحد من انواع البي 12 deficiency هو كيف عندك مضادات ضد البارايتال سيلز، الانترنسك فاكتورز هو اسمه pernicious anemia. الشيلينج تيست، أول كتب هذا فحص، عايز احكي فيه ولا ما احكي فيه؟
فيه هون موجود الشيلينج تيست، ما بنستعمله كثير، ولكن الشيلينج تيست موجود على الكتب، فيمكن يجيكم امتحانات بيسألوا عنه، بدنا نقرأ عنه. الشيلينج تيست هو تعرفوا بالتفصيل خلال مسرح حياة ال بي 12، انه كيف نحن نعرف انه هل في نقص امتصاص او نقص راز او انتي بوديز الى اخره، يعني نحكي فيه شوي. كان دائما احيانا بتذكر انه بعض الامراض بعض المرضى محتاج نعمل لهم تنظير عشان نشوف اذا شو عنده مشاكل بالمعده نفسها، اذا هي عندها قرحات او اتروفي او الى اخره تسبب عدم نقص تسبب نقص بافراز الجاستريك سيلز والبارتل سيلز. هي كلها عدة أسباب كلها ممكن تؤدي للبي 12، الأسباب الشائعة الأسباب النادرة بعض البكتيريات هي كمان ذكرتها، هي حكينا بالثيرمال إيليوم آخر جزء من الأمعاء الدقيقة، ممكن في عندك تبركولوسيس تي بي، عندك لنفوما، عندك أميلودوسيس، عندك كرونز ديزيز، عندك احيانا بعض انواع التاب وورمز بعض الجدان الشريطيه، يصير عندها هنيك عندك الكومن ايليوم البكتيريا اوفر جروث اتش اي في الكرونيك الكوهوليزم، هي كلها اسباب كلها اسباب ممكن تؤدي اسباب حتى نادره كثير بتؤدي ل البي 12. فقصتنا السريريه واستقصاءاتنا وفحصنا السريري واشياء نحن بنعملها للمريض كلها بدلنا شو السبب تبع الـ B12 deficiency وكيف نعالجه. عادة يعني عادة بشكل يعني عام you fix the underlying cause، يعني بتحل السبب الرئيسي اللي هو التهاب اللي هو infection اللي هو نقص دواء معين فرضنا كيموثيرابي معين اللي هو مثلا نقص بالدايت بالطعام تبعك، بتحل السبب الرئيسي زائد تعطي المريض B12 ما عدا البرنيشيس انيميا اللي هي بسبب مضادات ضد البارايتال سيلز. البي 12 ما بنعطى فموي بنعطى وريدي. طيب الشيلينج تيست بفضل يعني يقرأوا، ما بنعمله كثير نحن يعني حتى مو موجود كثير بالبلاد ولكن موجود بالكتب، يعني هو يعني الاستقصاء يعني المعروف لما اخترعوا كيف طريقة امتصاص ودورة حياة البي 12 كيف براقبوا الشيء هذا وكيف بيعرفوا الشيء هذا، اقرأوا عنه إذا جاكم امتحانات أو هذا، بس هو لا يستعمل بالحياة العملية. طيب هلا نحن لما بدنا نعطي نحن البي 12 بيرنيشيس انيميا حطيتها سريعا لأنه لازم تعرفوها، يعني بسيطة هي كعلاج بتعطوا وريدي أو عضلي بالبي 12 عطوا يوميا لمدة 7 أيام يعني لمدة أسبوع، بعدين أسبوعين لمدة شهر، بعدين شهريا مدى الحياة. ليش؟ لأنه أنت عندك antibodies، عندك autoimmune disease، autoimmune disease ما حيروح، يعني أنت بالدايت بالinfection بالالتهابات بالأشياء، ممكن هاي الأشياء تضبطها يعني تعالج المرض يروح، ولكن بالantibodies لو عندك أنت pernicious anemia خلاص هذا autoimmune disease، هذا مع الإنسان حيصير، فهذا المرض الوحيد لما أنت تعطيه بي 12 تعطيه مدى الحياة، حتى مرة بالشهر لمدة مدى الحياة. تمام. هلأ المرضى اللي ما عندهم إمكانية يأخذوا وريدي أو عضلي بي 12 بالpernicious anemia تعطيهم جرعات عالية من الفموي، ليس بالفعالية المطلوبة ولكن هذا موجود. بعض انواع البي 12 ال 12 اللي نحن معطيها ممكن تحت اللسان بتدوب تحت اللسان، ممكن حتى بخاخات انفيه او حتى جل فورم. طيب هلا مراجعه سريعه الماكروسيريك انيميا الكحول هي ببلاد الخارجيه طبعا، البي 12 والفوليت هن اكثر شيوعا عندنا ببلادنا. الادويه دائما تذكروا الادويه في جدول معين لقوا شو الأدوية اللي تسيها ميكروسيريك أنيميا، يعني مثلا في عندك أدوية الصرع يعني الفينيتوين مساوي ميكروسيريك ميكروسايتوسيس بيكبر حجم الخلية، عندك الميتفورمين أحيانا بيساوي ميتفورمين،
عندك أدوية الـ HIV بتساويها، عندك الميثوتروكسيد عاملها، عندك الـ 5FU أحلى كيموثيرابي اسمه 5FU بتساوي كمان زيادة حجم الخلية. ففي جدول أنت تقرأه للأدوية اللي تساوي مالاكوسايتوسز، بتشوف مريض تاخذ تقصص سريرية بتشوف شو أدويته، يعني بتعرف إذا والله أحد الأدوية هو السبب زيادة حجم الخلية كرة الدم الحمراء. الريتيكولوسايتوسز يعني عنده بعض الأحيان المرضى اللي في عندهم انحلال بالدم، مثل ما حكينا تذكروا حكينا معها حجم الشبكية الريتيكولوسايت حجمها أكبر بشوي من حجم الريد سيل، كلها حمراء وما فيها نواة. فأحيانا إذا في عندك أنت انحلال دم فالنقي العظم بفرز أكثر شبكيات، بيطلع أكثر بالدم المحيطي، فالماشين بتقرأ الـ MCV كـ MCV يعني مرتفعة، لكن هي كلها عبارة عن بس شبكيات. يعني الليبر ديزيز أمراض الكبد MDS مهم كثير تعرفوا، مرضى كبار بالعمر عمر 70 80 إلى آخره، يكون في عندهم دائما مايكروسيريك أنيميا، عادة بكون عندهم بانسايتوبينيا يعني البيضاء والصفيحات كمان نازلين، عندهم مايكروسايتوسيس. مايكروسايتوسيس هي كلها بتكون بسبب الـ MDS. مايلو ديسبلاستيك سيندروم، مايلو ديسبلاستيك سيندروم، مايلو يعني خضائع النقي العظم بون مارو، ديسبلاستيك يعني عسر التصنيع سيندروم، زائد الهايبوثيرويدزم. الأشياء دائما حطوها ببالكم، ما في داعي أبدا، يعني تذكروا دائما مريض شفتوه عم تشخصوه عم تحاولوا تساعدوه في عنده MCV 105 تفكروا أصلا بالثلاسيميا أو السيكل سيل أو نقص الحديد أو بال الأمراض الأكثر شيوعا يعني هي أنيميا كرونيك ديزيز، يعني أنيميا فقد دم أمراض المزمنة، ما في داعي تفكروا فيها أصلا دائما بالأشياء هي. تمام. طيب هلا النوع الثالث من الانيميا هو النورمال سيريك انيميا الاكثر شيوعا. الثاني اكثر شيوعا طبعا هو نقص الحديد، لكن الاكثر شيوعا هو النورمال سيريك انيميا بسبب عاده بسبب الانيميا اوف كرونيك ديزيز، وهي الاشياء الثانيه اللي كمان تعملنا نورمال سيريك انيميا ام سي بي طبيعي 80% بليدنج نزيف خاصة إذا كان أكيوت. الكرونيك بليدنج يعني بليدنج المزمن سرطان بوليبات قرحات بدينا لعوز حديد على اللونج تيرم أو على الفترة الطويلة، فبدينا لإيش؟ بدينا لمايكرو سيتيك أنيميا. الأكيوت بليدنج يعني الحاد عملنا نورمال سيتيك أنيميا. احتلال الدم هيموليسز، طبعا هيموليتيك أنيميا هي علم لحالها بحكي عليها بعد شوي قليلا، ولكن هي كمان في كثير امراض وفي اشياء بنحكي فيها كمان شوي، بس لكن لازم دائما نقول كمان تقرأ عنها الهيموليسيس امراض الكنيميز. عادة امراض نقي العظم ما عدا الام دي اس، احيانا الام دي اس كمان بتصير نورمال انيميا عادة مايكرو سيريك انيميا، بس بشكل عام اللوكيميا اللمفوما سرطانات الدم كلها بتكون نورمال سيريك انيميا. الابلاستيك انيميا ما في تصنيع للدم ابدا، عندك كرات الدم الحمراء عفوا البيضاء طبيعي صفيحات طبيعي كله طبيعي، كان عندك الخضاب 4 و5، عندك الريتيكولوسايت كاونت شبكيات اللي هي مرحلة قبل مرحلة كرة الدم الحمراء شبكية كان عندك 0. السلام عليكم، لك أخذي والله كان راح خط من عندي. تسمعوني هيك؟ ايه تمام حكيم، تمام نسمعك. والله تواخذونا والله. طيب. توكل على الله. طيب فعم نحكي انه هلا هي بالنسبه للموضوع هذا هون هو الاكثر انيميا شيوعا، يعني هو الانيميا كرونيك ديزيز كرونيك انفلاميشن يعني مشاكل بالكلية اندوكرينوباثي يعني امراض الشائعه اللي هي امراض امراض الغدد غدد الصم الالتهابات الانفكشنز وعادة بالكبار بالعمر كمان انيميا كرون ديزيز شائعة لأنه في عندهم أمراض كثير بتكون. تمام. طيب
فأتذكروا هالكلام هذا، الجدول هذا أو الملخص نقاط حكيتها للنوع المستهلك أنيميا. طيب حكينا نحن دائما الـ reticulocyte count، فنحن نعمل استقصاءات للدم تبعنا، نطلب الـ MCV الـ CBC، نطلب أحيانا البطاقة الدموية. حكينا دائما يعني في حاجة نطلب الـ reticulocyte count أو عدد الشبكيات. أكثر مكان الشبكيات بتفيد تعدادها بالنورمال سيليك انيميا، الامراض هاي اللي حكينا فيها خاصه الهلاليه، النورمال سيليك الشبكيات هي مطلوب تعدادها، دائما تعودوا تطلبوها الشبكيه اذا موجوده عندك. تمام، هلا اذا في عندك شبكيات عاليه معناتها شو؟ معناتها عندك الخضاب الدم واطي والبومرو نقي العظم عم بحاول يستجيب اكثر، حاول يعطينا اكثر شبكيات، يعطينا اكثر خضاب دم او كريات دم حمراء. فهي بنشوفها بالهيموليسيس، الهلال عندنا نقص دم، ولما يكون عندنا استجابه للعلاج الانيمي فقر الدم. لما يكون في عندك الشبكيات طبيعيه رغم في عندك انيميا رغم فقر الدم، شبكيات طبيعيه او نازله، نفكر دائما احنا بالبومر، يعني ليش ما عندنا احنا شبكيات عم تستجيب؟ ليش عندنا شبكيات واطية؟ يكون ما في تصنيع، يكون مشكلة عندنا بتصنيع الكريات الدم الحمراء، دائما احنا بالبون مارو. تعودوا دائما لما يكون في عندك نورمال سيليك انيميا، لما يكون في عندك نورمال سيليك انيميا وعندك قصص سريرية، في احيانا تفكر بالامراض الخبيثة او امراض نقي العظم، دائما تطلب ريتيكولوسايت كاونت. يكون في عندك هيموليسيس تطلب reticulocyte count أو شبكيات. فالبومرو مورفولوجي مثل ما قلنا حكينا، يا أما إذا كان غير طبيعي البومرو نقي العظم حكينا هالأشياء، لوكيميا، مايلوفابروسيس، سرطانات، MDS، مالدسباستيك سيندروم، أبلاستيك أنيميا، أو في عندك إذا كان عندك البومرو طبيعي هذاك الوقت عندنا هي الأنيميا of chronic disease، هي بسبب الأمراض المزمنة. تعودوا دائما تقرأوا الـ CBC مظبوط، شوف الـ MCV مظبوط، نعرف كيف فن القراءة الـ CBC، نطلب reticulocyte count إذا في إمكانية طبعا، لكن يخلوا بالكم كأطباء مستقبل وكامتحانات وكعلم reticulocyte count والطاقة الدموية، هذول الأشياء كمان يخلوا بالكم. طيب تعالوا نحكي على الحالة هاي كمان مشان يعني نراجع كونسبت معين كتير ضروري بالانيمي. طيب 62 سنة بالعمر مريض، انا ما بحط ميل او فيميل حتى من القصة تريد موجود، بس هون ما حتفرق كتير يعني لانه بصير مرض هذا عند الجنسين. أجا عندك العيادة بسبب ضعف عام. He is known to have chronic osteomyelitis، يعني التهابات أو التهابات العظام المزمنة. بالفحص السريري تبعك في شحوب، عملت فحص كامل، قلب، رئتين، هضمي، كله طبيعي. في عندك ضعف عام، عندك قصة سريرية سابقة لالتهابات أو التهابات العظام، في عندك الورقة تبع، انا هختصر هون مش ما نحكي، بس مثل ما حكينا احنا بتفصلوا كثير انتوا. فحص الدم عند الخضاب 9.8، البليتلتس والصفيحات وكريات الدم البيضاء طبيعيات، الام سي بي طبيعي 89. عندنا ايش هلا؟ عندنا نورمال سيريك انيميا، عندك الريتيكولوسايت كاونت طبيعي، يعني اقل احتمال يكون في عندك هذا مرض بالبون مارو. الآن عندك إيش؟ normal cystic anemia with normal bone marrow. أوكي، دائماً الأنيميا of chronic disease اللي هي حكينا هي أشياء نوع أنيميا. chronic disease هي تشخيص by exclusion، يعني بعد ما أنتوا تنفوا كل الأسباب الأخرى، حكينا القصة السريرية جيدة والفحص السريري وحكينا كيف نقرأ CBC، ضايع عنا كله طبيعي ما في شيء أبداً. نفكر بالانيميا اللي اكثر شيوعا، هي انيميا اوف كرون ديزيز او انيميا هي تبع فقر الدم الامراض المزمنه.
الآن حنحكي concept جدا جدا مهم هو الباثوفيزيولوجي، كيف نفسر المرضى اللي صار في عندهم فقر دم بسبب أمراض المزمنة. طيب التفسير تبعها هل هو معقد شوي؟ معقد شوي، حاول أنا قدر الإمكان يعني أعطيكم، ركزوا معي شوي، أعطيكم يعني ملخص حلو بسيط عشان ما تضيعوا. حكينا إحنا دورة حياة كرة الدم الحمراء، الإيبو ليفل يصير واطي، الكلية تفرز إيبو ليفل، روح البون مارو، نقي العظم، ليش هي إيرثروبويسز، كرة الدم الحمراء بتنفرز عبر مراحل حتى ما تصير كرة الدم حمراء، تمام، بتروح على جسم الإنسان، بعدين بتموت عن طريق الماكروفيجز، بتروح بتموت بالماكروفيجز، بتموت بالسبلين، بتموت بالليفر، بعدين بترجع تجدد. تمام، عندنا العناصر الأساسية المطلوبة عندنا بتصنيع كرة الدم الحمراء هي الكبد، هي المعدة. المعدة ليش؟ امتصاص كل الأشياء بدنا إياها، اللي هي الحديد خاصة اللي هي بتساعد بتصنيع البي 12، كل أشياء. فنحن نحتاج كثير أعضاء جسم الإنسان لحتى نفرز ونعمل سايكل لكرة الدم الحمراء. تمام، خلينا نركز شوي شوي. طيب الآن في عنا شغلة عادةً سابقاً ما كان يعرفوا السبب الواضح لأنيميا كرونيك ديزيز، أنيميا فقر الدم أمراض مزمنة. كانوا يفكروا إنه بسبب عندك أنت كرونيك إنفلاميشن، عندك دائماً التهاب مزمن، دائماً في إفراز لل بسموه الانترلوكينز أو سايتوكاينز بسموه، ما بعرف كيف بسموه بس سايتوكاينز. إنه بسبب الشيء هاد في شيء معين بيصير بسبب إنه هي أنيميا، ولكن اكتشفوا بعدين يعني حوالي يمكن 10-15 سنة هالهرمون هاد، تذكروا الهرمون أو البروتين اسمه هيبسايدن. هيبسايدن تذكروا، هيبسايدن هو المفتاح تبع الحديد. الحديد جسم الإنسان بتخزن في 3 محلات أساسية، هي الريتيكولو إندوثيليال سيلز اللي هي بال كبد والمايكروفاجس والطحال عادة. فالهيبسايدن هو ريجوليتس، هو بنظم امتصاص وتخزين الحديد. تمام، بفرز وين؟ بالكبد. الهيبسايدن، فالهيبسايدن هو المفتاح تبع تنظيم عمل الحديد. لما يكون في عندك كرونيك انفلاميشن بنفرز من المونوسايت، من خلايا الدم، من خلايا جسم الإنسان، الإميون ميكانيزم، إميون إفكتورز، اللي هو بسبب مايكرو أورجانيزمز، بسبب إنتانات مزمنة، بسبب إنفلاميشن مزمن، تنفرز السيتوكينز، إنترلوكين 6، إنترلوكين 1، TNF، تيشن كروسينج فاكتور ألفا، إنترفيرون جاما، بنفرزوا بسبب الإنفلاميشن. هدول إفرازهم بيأثر على الهيبسايدن، تمام؟ بزيد الهيبسايدن، فالإنترلوكينز أو سايتوكينز بزيدوا الهيبسايدن، وعندك يصير ارتفاع بالهيبسايدن أو ارتفاع بحجم بكمية التركيز الهيبسايدن، فعندك بيقفل مخازن الحديد. ارتفاع الهيبسايدن بسكر المخازن، فبصير الحديد غير متوفر لتصنيع كرة الدم الحمراء، تمام؟ بخبي هيبسايدن، بخاف بصير بخبي الحديد بالكبد بالماكروفاجز، بخبي بالسبلين، ما بخليه يطلع. تمام، بالعكس صحيح، لما بنقص هيبسايدن يعني عندنا بالانيميا او عوز الحديد بنقص الهيبسايدن، تمام، فعندها بصير افراز للحديد عشان تعويض الحديد. لكن خلينا نركز على الانيميا كرونيك ديزيز. انترلوكينز سايتوكينز بسبب الانفلاميشن بتأثر بشكل سلبا على الهيبسايدن، بيرتفع تركيزه، بأثر على الإفراز أو توزيع حديد الجسم الإنسان، فبتركز الحديد بمكان تخزينه هو الليفر، السبلين أو الماكروفاجز. فلما أنت ما عندك إناف حديد
السايكل تبع الامتصاص والتصنيع والتوزيع حتى يطلع عندك كرة دم حمراء تبطأ وبتخف. ما بصير في عندك الابسوربشن تبع الحديد بيقل، التخبايه تبع الحديد بتكتر، فبيخف عندك الريد سيلز، كرة الدم الحمراء بتخف. فهذا بشكل مبسط كثير كيف مبدا او اللي هو الباثوفيزيولوجي تبع انيميا كرون ديزيز. دائما ذكروا البروتين هيبسايدن، دائما ذكروا انه بيرتفع بيقفل مخازن، مخزن بيخاف لما بصير تقفل المخازن بنقص تصنيع. بشكل كثير مبسط يعني انت بتقراه بالكتب احيانا بتكون كثير معقده وكثير صعبه حديثها وكذا، ولكن المبدا مبسط. صار لما بتقرا الكتب وتروحوا تراجعوا الموضوع بصيروا يعني عليكم ابسط الموضوع. تمام. فبنرجع يعني حتى ايش انا حكيت سابقا من كم سلايد، حكيت انه احيانا لما يكون في عندك انيميا كرونيك ديزيز لما تكون شديده كثير بتساوي مايكروسايتوسيس. ذكرتوا هي طبيعيا نورماسيريك نورماسيتوس 5 سي في طبيعي. طب تطول تصير شديدة تصير طويلة ومزمنة تحول للمايكروسيتوسيس. ليش؟ لأنه نبدأ تبع الحديد عوز الحديد تساوي مايكروسيتوسيس. هون صار في عنا عوز حديد طويل، عوز حديد مزمن، هيبسايدن مرتفع خبي الحديد، فتحول كرة الدم الحمراء قوس قليلة قوس ما في عنا تصنيع قوس أنيميا، حول كمان حتى حجمها بنقص في المايكروسيتيك. تمام. فبشكل مبسط كثير حبيت يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره هاي، لازم ترجعوها وتقراوها